مستعدين تشوفون أخيس دائرة في الحياة بالفرجة؟ شو اسمه؟ بالفرجة. بالفرجة؟ إيه. حسيت تقول بالفرشة. اسمه الفرجار. الفرجار. يس. شوفوا. يلا مرينا. لحظة مقاس كذا. هنا هنا ارسم بالوسط. اهلا اهلا بالعيد. ما كملت من هنا. طيب شو زين بك؟ ما ادري. عوديني. عودك يعني عشان صار تخصص رياضيات تقول عوديني يا ماما؟ ايه. تدري انه زمان كنت اشرح للطالبات فرجار هذا، بس تدري كبره؟ كبرك. لاني احطه على السبوره، معلمات الرياضيات يجيبون لازم هذا الفرجار ومنقله زي هذه، منقله ومثلث، نجيب كبار كبرك ونحطن على السبورة. تخيل. ايوه بس نقلهن، جاني يديني وانا بس نقلهن. الحمد لله افتكيت منهن. طيب تعال بعلمك انا يا حبيبي. زيني عندي دائرة. في شيء اعطيني اصورك مهم لازم تسويه. اعطيني اصورك. يلا دوكي. يلا نشوف ماما تشرح لنا. أول شيء ضاري تجيب الفرجار هذا وتحط مركز الدائرة، هذا المركز هنا، وتضغط عليه جيدا يعني ثقلك يصير على هذا المكان. إيه هذا. وبعدين إيه تفتح الجهة الثانية على حسب القطر المطلوب، مثلا دائرة كبيرة سانتي صغيرة. هذا القطر، هذا نصف القطر سانتي، نصف القطر سانتيين زي كذا، يعني هذا نصف القطر يسمى. إيه. طيب حين نفتح دائرة كذا متوسطة مثلا، يعني نصف القطر سنتيين وسنتيين، وبعدين وحنا ندور لازم يكون ثقلك على المركز، ما تحرك، أهم شيء ده ما يتحرك، ما يطلع عن مكانه. ايه. فهمت؟ يلا بسم الله ونرسم دائرة وتدور كذا. يا أخي وراء هذا قاعد يتوسع، هذا قاعد يتوسع الكيفة يقهر. حقاتنا القديمة ما تتوسع، تصير قوية من فوق، نكربة نربطة من فوق ما تتوسع أبد، في مسمار من فوق سأل وراء كذا. طيب أنا بجرب دائرة، هذه صارت حلقات. الديدان الحلقية من أنواع الديدان الحلقية، دودة الأرض ودودة العلقة الطبق. يلا هذا المركز، اصبر. شفت هنا نحط حرف، المركز حرفه ميم، لا نحط حرفه ضاد عشان حرف ضاري. لا 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 ما نكتب ما النون، ما نكتب ضاء، نكتب نوت. ايضا ضاري لازال يحاول انه يرسم دائرة. يلا نجيب لك احسن منها، هذه ازين، بجيب لك القديمه عساي القاه اللي تربط بمسمار مع فوق. المكتبه هذه اللي جنبنا ما عندهم الا هذه، كشخه وجديده وتهبل، بس صراحه رسم الدائره فاشله. شوف ضاري، سولفنا على المنصه اليوم، طبعا اليوم دراستنا احنا القصيم صارت عن بعد بسبب الامطار اللي جتنا امس، يا ربي لك الحمد، امطار خير وبركه. وش أخذتوا دروس؟ ضاري سولف لنا. عادي أول حصة إنجليزي، طبعا ما أخذنا إلا ثلاث حصص غريبة. أول حصة الإنجليزي طبعا كنت نايم، قمت بعدها يا حبيبي، وبعدها كانت حصة القرآن، بعدين دخل الأستاذ وقال لي مجمع كل أسبوع يطلع، أنا مجمع كل أسبوع الحمد لله. فطلعت الحصة الثانية اللي بعدها القرآن ثانية، قال لي مجمع يطلع بسمع الباقي، بعدين ضاري انا مسمع وطلعت من غير مطرود.
تشربون كثير ولا شوي الملح؟ كثير طبعا، يعني ايش مثلا قليل. تحبون الملح تموتون عليه واسلحكم. لذيذ الملح، سو ديليشيس. تلمع كنا حاطة هايلايتر من الزبدة إن شاء الله تبارك الله. يمكن مكثروا زيت. لا هي لو تمسك شوي زيت أو زبدة صارت تلمع. كثري ماما كثري لو سمحتي، كثري من خيرات الله. يعني حط لك نفود؟ إيه الله يخليك، عطيني هذا الصحن وهذا ميسو ضاري. خف تغرقين. لا عادي ما أغرق، عادي إذا غرقت أكلهن. أدورك ما ألقاك. إيه أكلهن أنا وأطلع لك. يسفى بال 13 سنة اللي ربيتك فيها. أنا عمري 13. يس. متى؟ قبل يومين. حلفي أخيرا دخلت 13 عمري 12، كنت قبل أحسن. ليش ودكم تكبرون؟ ترى أطفال أحسن. أنا أبي لا يعني أنا أبي عمره صغير، بس إذا كبار يعني مقارنة بحياتك ما شاء الله كثرتي. مقارنة بالبنات اللي تفصلي عمره 13 لأنا عمري 12 يعني. أحسن بس ندلعتهم. وهذه الملاك طبعا نوت عشان نعبطنها كبير عشان عمرها 13 لازم تاخذ هذه صح؟ ماني ماني مو في ماني، خلاص انا كبرت. شوفي خذي هذا ماني اعطيك تفضلي. الله الله ذكرتيني بجنان ذاك المرة جيت عند البنات تقول لهم زين دقيها زين هاي فايف، كل ما تزينون هاي فايف في امان الله يعني زي الناس طبيعية. هي غريبة ما ادري زين زي كذا تمام. يوم جيت عندي قالت هاي فايف تدري ايش زينت؟ طلعت فلوس من جوا جيبي وعطيتها قلت لها الله يرزقك. وبعدين قالت اكو يا اخي هاي فايف بزيت كذا قوه واللي بدات تخاف بعدين زينت خفيف وقالت اه الحمد لله بدات طخ. ضاري روك نايم زينت لكم ذرة. بسم الله يخرب بيت والله الحظي اني حاسه نايم كذا تمقلب ماما كذا. بسم الله وش استبال ذا؟ وش الحركة ذي؟ نوت تفكروا زي المقلب. من فكرته هذه؟ فكرة نوت كنا ندور اي شيء كذا دائري نحطه هناك. يا عمري انا قاعد ازين لكم ذرة وانتم جالسين تمقلبوني. خلاص انا زعلانة. جيب الذرة رجع الذرة. اجل اعتذر مني. اسف يا ماما بس مقلب حلو. حب ايدي. أنا حسيت قل النوت تعتذر مني ولا تجيب الذرة؟ نوت ما أعتذر منها ولا تجيب الذرة. وش المقلب ذا؟ لا والله سنقدر نص الذرة. لا بلت كنت كيف ضاري تحول إلى ليجو. اي طيب والله مقلب حلو عجبني. روح نادي ميسو مختفي لساعتين. ميسو عادي أدخل وأصور. سويت لكم ذرة. سويت لك ستيف. وش هذا؟ قلبه مكسور. كبرك أكبر ستيف. شلون؟ مينكرافت. والله يا أنتي خطيرة بالليق وسويتيها. إيش في قلبه مكسور عشان راح يخطب أليكس ورفضته. يا ويلي عاد هالكشخ وهالزين وترفضه والله ما عنده سالفة. هذا القلب. شوفي مرتب ما شاء الله وألوانه حلوة. الحين راح لما سارة طيب راح يتزوجها. يتزوج سارة. اي بعدين سارة بيعطيها قلبه. ايش قالت له؟ ايش قالت؟ عطته قلبها. صحيح وافقت على الزواج. ها خلينا نشوف. الله يرزقهم الذرية الطيبة. يلا لو سمحت ابدا بركب القلب لحظة ثواني بس. ايوه هذا من زمان مزوجينته القلب. يلا فكرت شوفي حنرجع قلبه سليم. الله دو 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 ينبض بالحب طوق طوق طق طوق. الحين امسك القلب الجميل. ايه خلنا ندي نوت ضاري خلي يجي نشوفونه. نوت ضاري تعال شوفوا ميس ايش سوت. مره غريب شكله حلو الصراحه. الالوان مو بنفسهن بس لقيت اقرب لون للبني اللي هو الشعر المفروض يكون بني اقرب له البرتقالي.
بس كأنه معفن، مو محفظ كلمة ممدود، كان واحد سحبه من هنا وسحبه من كريبة ليه سحبوه وسكيت من سحبوه. ما عجزت لأنه الأزرق بيقضي والأخضر بيقضي، فشان كده خليته كده. بس والله إنه حلو رهيب. إيش رأيك نشيل هدية التخرج يا ميسو ليجو زائد كاسكوت الكهربائي؟ لا اختاري واحد منهم. في عملية نقل هنا نجيب شو اسمه هنديليك السقالة، ما ادري شو اسمها سقالاتها. لا شكرا حاضر وقف امسكوا خليك رجلي يا ويلي ترى توجعه. لا 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 طيب راح حطيه ركبيه فوق، ركبيه فوق يا ميسو. يا ويلي الرجال يطلبكم الحل كذا اسهل شيء للحين. فككي وركبي فوق. هذا سرير ميسو نغسل المفارش اليوم العالمي لغسل المفارش. استغلينا الفرصه دامنا ما داومنا اليوم ندهر بالبيت. ظهر في قطعه اخضر الحاله وينه مربعه. اي جيب اليد او شو تجيب الرزاله ما نتخيل ركب الرجلين. طيب خليه يركبهم فوق الطاولة. يلا يلا. لا حطيته يلا خليه ركب هنا. يلا ركب رجل هنا. أيوة خلينا ننزل كذا جيب اليدين. يلا. أو وين اليد الثانية؟ طيب. هذي. والرأس. ما في رقبة يا ويلي. كده تبيني اوريك صوره شوف اوريك الفرق بين حد وحفظ الحين ورني اول ايباد. فرق 1 2 3 4 5 6 هنا 2 ونص 1 2 3 5 6 السلام عليكم. شعورك وانت بغرفه ميسو متكي؟ ما يتكلم. ما حطيت ملامح وجهي لانها صعبه والعيون بنفسجيه والمفروض ابيض احط البؤبؤ ما عندي فخليته كذا. طيب حطي عليه مثلا ملصقات قال عين وبؤبؤ وما ادري حواجب او ارسم يجيب بوسكا ايه او ترسم بس يروح البوسكا ولا لا؟ لا يروح. طيب هذا البسس عنده جنبه خاف ياكلهن يقتلهن قصدك؟ شوفوا رسمه ميسو كل اسبوع اغير عندي ذولي كلهم. برنيان طلعين حبه حبه. طبعا سرقت هذه من جنان، قصدي ما سرقتها انا رسمتها. وحتى هذه انا اللي رسمت مو بجنان. يعني صراحه انا فنانه شفتي ايش راك مو بجنان مو بجنان. لا لا بد انت اي هذه صدق انا رسمتها بس يعني شوي ظلمه. ليت لو حطيت افتح. وهذه سرقتها من جنان لوحة كانفس. ورسمتك ورسمة جنان رسمتي جميل. كنت راسمة عادي زي كذا بعدين حطيت بيت زي كذا. حلو والله لونها فريحية. واللي وراء هذه العملاقة بس مو هذه أجواءنا الحين في الحوش زي كذا بيجينا مطر. أجواءنا عجيبة. شوفوا السحابة سودة كل يدرة يعني مليانة مطر ملغمة بالمطر. إن شاء الله يا ربي أمطر خير وبركة. قالي ودنا نطلع تمشى خف نبلش بالمطار. شكلكم انتم مخترعين اللعبة. خليت استيكرات يا ضاري. ايه بلصقين على دولابي سلمني بالحياة. هذا اسمه الرسم والتلوين عن طريق البيكسل صح؟ ايه انا الون مثلا بلوك 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 مربع اشوف مربع ادمان انتم ما ينفرت هذا يشبه لك ذا نسيت هذه ضاري هي مفيدها لزقتهم هنا بدولاب ملابسك. ايه شو افتح واسكر مصري. جميل باقي النجمة. ايه
هنا. تبي تسوي زيادة ولا خلاص؟ يمكن زي زيادة أحط من هالجهة. طيب. لا أحط مثلاً هنا بعد واحدة. هذول ملونهن هو. تجي ملصقهن. لا جولي أمس ما حطيتهم. من وين لك هذول؟ هذول من أمس السنة اللي جايين يوم قالت تسوي لنا زي ما عطتنا هذول، بس المشكلة إنهم صغار. وش درسكم السنة اللي جايين؟ ما تعطينا يعني بوقت فراغ تجي عندنا زي الانتظار، بس هي من بنات الكلية زي كذا جامعة متدربة، بس المشكلة إنهن صغار، فليش ما أهديهن بنت عمي شموخ صغيرة؟ أي والله غبيهن. لا شفتي أعطيها الهدية لا تهدى ولا تعطى. وش أسويه بعد؟ بس بالله طيب هي ربطة طيب تنقطع حق مثلا عندك إن ربطة من ربطة وحطيهن زي ثنتين. المفروض استاذ اللي جاي نهدتك طوق. يا سلام كانت تلبسينه صح؟ أكيد طبعا. بس والله شكرا لها عطتنا كوفي وشوكولاتة. شكرا لك يا استاذ اللي جاي الله يسعدها. زين اللي مسحون سيارتي قبل المطر مسحت كل شيء. غاري وميسو هناك ورا تدهر ورا في مساحة مطر. انا شغلت منك جاك ايه يطب على وراء. خلاص حبايبي يكفي يلا نبي نخلي سيارتك تلب. لا مو لازم امشي بس المرايا بعدين المسحه بعد المطر. لا امسح كفرات ان شاء الله. لا 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 تكفيني حبيبتي عشان ما اتاخر. لا عادي قبل ما يذن المغرب هذه خلاص امسح كذا مسمس امسح مساحته الجوانب مو بلازم. يلا اركبي جعتيني. ما ينفع معك الا كذا تشكرات الدرم درم درم. يلا مع السلامه بكمل تمسيح. لا خلاص بروح عليكم. يلا روحي بنمسح للحق كذا نمشي وراك. استغفر الله حيطلع علشانكم اخر شيء ما تركبون. يلا بنسوي كابتن على من يا حبيبنا اول شيء خلينا نرد على افتراء اخويا ما في عليك انا مالك كذا تقول عليا انه انا مغرور وانت اللي بتدوس السم بين الصدور عشان لابس نظارة تقوم تتفلسف لا قران اللي بمنتج كل فيديو في القناة مونتاج الدقة قديمة خلاص ما حد يبغى وتخش في خلقة ربي ما شفت وجهك حتى جيني يقول انه مدركنا حتى الله والله النافورة الصغيرة وش ذا هذه أصغر نافورة ببريدة ماما نبي تتبرك نبي نسبح يلا نزلكم تلعبون معها بس لا لا جالونكم بني ترى ما يدخل. لقد حان الوقت يا صغيراتي أن أهديكم كتيبي البسيط أنتظركم تصلون لعمر 12-13 عشان أهديكم إياه. أنت ألفتي صح؟ نعم شوفي الإهداء افتحي صفحة الثالث تقريبا. أيوة الله اسمنا ضاري ما في لانه البنات شفتي اعطينا الفهرس ناخذ جوله كذا. هذه المواضيع اللي في الكتيب يعني خفيف وجبه خفيفه طبعا هو عن مراحل المراهقه. ايوه اللي يدخل مرحله المراهقه يقرا وعشان يطلع منها وهو مستمتع مستفيد ومستانس وقليل المشاكل اللي صادفته والصعوبات إن شاء الله محقق أهدافه وطموحاته بإذن الله ما شاء الله جنن. طبعا يباع في مكتبة الجامعة في بريدة طريق الملك عبد العزيز جنب الناظم أيوة وقدام الباسم والنجم الرومانسي. واللي يبي كميات مني أنا يطلب من الإيميل مثلا أرسل له اللي خارج البريدة مثلا كذا. واحد أطول من نهر النيل أقول هذا نهر اسمه نهر بريدة. يلا أدخلوا كوكلوا قبل ما يدنا المغرب إذن يقولون أوت. أطول من ربع النيل هذه المكتبة هذه المكتبة مقابل
المحلات هذيك كاسر البنات. شكرا. وين تشوفون كتابي والمكتبة كذا منورها؟ الله. بعد واضح. وفاء. صدق. تشوفون اسمها. لازم تقرونه بالويكند هذا كلكن خلاص. إن شاء الله ناخذه. توعدوني؟ لا لا عندي بالبيت. أو. يامي. أطباق شهية للسعادة الزوجية. شوفي من كاتبه. أنا بكتاب اسمه أطباق شهية لتربية الأبناء السعيدة. ماما أعطونا هذول هدية. سبع دفات الصغار. إيش دولي؟ كتيبات وليس الدفاتر. كتيبية. حول الطهارة والصلاة يقع فيها الكثيرون. أنتين أشوف. حلو. اقراها. تنبيه حول الأشياء يقولها. الغلط اللي نسويه. أي الأشياء. الخطأ. 40 تنبيه. قروها صرت فاضيين بالبيت تكفون. ما اعرف انا ما في شيء. ماما ايش رايك اذا خلصنا منه يقول اخي الكريم اذا انتهيت من قراءة هذا الكتاب فادفعه لغيرك يعلم النفع والتصح وتتصحح الاخطاء والمفاهيم. ميسا هاتي صديقات المدرسة. طب ماما ايش رايك اذا خلصنا كل واحد دخل على حبسه صح؟ اعطيني واحد. هاتي زميلات سنتي بالمدرسة. انا؟ نوت هاتي جنان. تقرأوا بعدين تعطي فلانة بعدين تقرأوا وهكذا. أمسك في واحد زايد هنا تعطي جنة. طب بزين لكم جولة. أول شيء هذا القلم ثاني طبعا من فايبر الكاسل. استغلوا الفرصة وراح يشون أغراض. طبعا هذه أحسن شركة بالحياة. أقلام أدوات أشياء رسم مرة أحبه. عندي قلم واحد بس جبت قلم ثاني بس كذا. كيف قلت قدام أخذته. طبعا شريت سمم له لأنه هذا مختلف عن اللي قبل. اللي قبل ما أدري كام بس هذا اللي معي 0.1 جبت كذا 0.1 صغير مرة. يلا قرر. بس جبت هذا الطين. الطين أبي طين. شو له؟ نسيت أجيب طين. بس مين بيانات؟ أبزين فيه أشكال دائما. أنا حقاتي دائما يزين مرة حلوات. أذكر زينت واحد من سكسرته. خير تكسري له زيني لي. أعطي ظهري منه. فأعطيه كذا. وانت اسري لا رجع من حتى انا عطني بعد هايلايتر ابي ولا رجع من طيب ان شاء الله. جبت مساحة من فايبر كاسل نفس الشيء. هذه شكله مرة غريب. الله لوني جميل. شوفوا هذا القلم. وجه واخد عادي جوار. شوفي هذا القلم. شوفوا لونه عادي. والله ما بعد كنا صبورة. ريحة تفجعت راسي. ريحة باية تجنن. هذا هو مرة شكله حلو. أحس أنا قصتي إيه؟ ماما أبوها شيء ما أكسيره. كنت أخذها بس ما أخذتها. حتى أنا أولا هذا أنا قاعد تدور ما أدري وين الله حاطه. اللون أخضر. قفلنا وإيش اسمه هذا السمم. هذا أزرق. لون أزرق. بعد هذولي نجرب. السموم. هلبس السموم. أقنعنا ماما تودينا لمكان جميل للغاية. نزلنا ما جينا. يحب القلب. يموت عن متون. نموت عليه أكسل. وش يموتون؟ أخيراً أتوقع مرة واحدة ماخذينه بالعمر وهي أنا. والله بس نوت. لا والله ماخذينه بس ناسين. هو بكين يوعدني يقول لنا بوديكم الباسكن روبينز إن شاء الله بكرة. إن شاء الله بكرة. إن شاء الله بكرة. تعودنا الصراحة. شوفوا هذا هو. ما في مواقف. نروح نرجع للبيت. لا 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 في مواقف. فوق راسي. فوق راسي موقف. ناقف فوق راس نوت ولا لا؟ يلا وقف فوق راسي. جيم ماما شوفي جيم. جيم بستاربكس. اخذ جيت وقف هنا ويجي ياخذ. استغفر الله يا حقود. غير محب للاطفال قدامنا. في كثير بس استغفر الله. هذا هو في 20 موقف. هذا الملك السيدة ماما. لحظة خلنا نسوي حد للميزانية. كم تشترون؟ 20. 20 يلا ادفع 60. خلوا اقل شوي. ادفع 60. لا ادفع 60. ماما خلاص يلا خلنا اطفالي. ماما وقفي خليني اطلع. طفي
ايه حنا اطفال تعلمتين. انا ما ادري من انتم عيال بلشتم بكم. ولا متاخره ولا متاخره عيال ابوك. انت تعبت عشان تولديني لازم تعطينا 60 ريال. انت تعطونا المفروض مو لا انت تعبتي. الله الرحمن الرحيم. انت جبتينا ما لنا دخل حنا. اي صح ما الله بس هذه الشنطة جبتها انا ابيها كل حال اسمها سليمان روعة ازرق هلالي ايش بعد في واحد يختار كورتين الله جنن الوانه خلاص ويا قلبه يرقص من السعاده هذا اختيار ميسو توتها شفته صح يمكن هذا هو لاف بوشن وهذا بدأ وش اللي طلعه هذا كاندي كتر كاندي يامي راضين علي نعم اكيد راضي طيب بالعافية سمو بالله ها كيف هذا؟ تحسون أنفسكم بالجنة؟ إيه مرة ترى آيس كريم يعني عادي تخيلوا أنفسكم قاعدين تأكلون 33 ريال ما يصير ساحل والله مرة لذيذ الكوتن كاندي ما يصير هذا الكلام كنو نعناع طعمه إيه الأول هذا الفوق نعناع طعمه مرة حلو الحزة يا ضاري أسرع سميتوا بالله بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان ما يخليك تاكل بأوله وآخره نقول بسم الله بأوله وآخره إذا أكلنا ونسينا نسمي جاهز كريم هنا صح إذا ما نسينا نقول بسم الله مسحي بالمنديل اللي بالمسكوت تحت وين المنديل اللي ورا طلعي حتى جنبكم عشان تصرحها طارئة لا أشوف نقطة بسيارتي لذيذ الأزرق اللي تحت ما راح أخليك تتفرجين علينا كذا يا بعد قلبي ميس وتفوز بالحنية الصراحة أنا ما أشتهي حلقي وجه أنا بروح أشتهي لي كوفي ما في كوفي وهذا بعد باسكن طيب ذوقي ذوقي روبنز لكم وأنا لي ستاربكس نقطة بس ذوقي نقطة لا ركبت أجل الحين عشان أقدر أفتح نقابي أروح لمقي هوة بيتي والله حب علي بس ودي أخذ كوفي كذا حرق هاركم فيه عادي روح وخذي عشان ما تقدرون تشرون أنتم معكم سكريم لو أنت ما تبين تشرين ونشري لك بعد ايه؟ والله يا النفسي والمعنويات عالي العال أكيد يعني لو أقولك الحين حفظي صورة الكهف كلها تحفظيناه أكيد صدق عاد أكيد يلا يلا جو وأنت تحفظ جزء ماما هلا مستحيل ما تذوقينه خذي كبيرة والله ما تاخذين خذي كام خذيها كاملة امسكي لا 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 باخذ شوية شوفوا حقة ميسو ما شاء الله ما كرت اشوفوا حقي بلعته كله لها. انا كذا انا بعد ذوقي حق ضاري وانا بعد قص الصوت ماما دوت خذي هذا لذيذ نكهة نعناع ضاري كل شيء متخلط لا لا وراح حامض والله لذيذ احب الحامض طيب مين اللي تحت الله الحمد لله لا ما ابي ضاري معليش جيب لي من كل تحت خذي هذا اللي تحت مره لذيذ اللي تحت يا عدين يا لهوتي مندي بسرعه يما الله يرحمني بالبيت الحين مو بالبيت الحين باخذ من ذي لا 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 ما ادري انت كين النعناع الحمد لله نخططنا اللي تحت ازين مره لذيذ حط زباله ذاري وفي جوا حبات مينتوس كانه في مينتوس ساكر احمر لا ما اعرف وش مينتوس مو مينتوس اللي حبيبات حبيبات شوكولاته اللي علبته حمراء مارتيزر اسمه ذاك مارتيزر بسم الله وتوكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله ننطلق الى
البيت الهاوس هاوس أستاذ بوكس هونت يعنى؟ لا لا هونا لا ما في يلا مري هذا ورانا عشانك لا لا واضح مو عشانك واضح عشان أكل أنا تكفيني لا والله ما فيه عشان أمي الحنونة بس هنا ضيق المكان واي الله أعلم خبريهم قولي لهم ورا ليه المكان ضيق طبعا انا مو طالع عشان يفاتشة لاني مستحيل اكل شيء بدون مو انا فاتشة طيب احنا نطلع للشارع تغطي يا اخي احنا نمشي طيب سريعين ما حد راح يلاحظنا للاكل بالبيت كذي ذوب احنا سيارتك كله تشترين لي ثاني لا اله الا الله يا اخي وش ذا مر غالي ب 33 هذا ربي مرتب